مرحبا بكم من جديد أعزائي التلاميذ في فقرة أخرى من فقرات برنامج الدم عن بعد، أفكر في علوم الحياة والأرض. خلال هذه الفقرة سنتعرف على آلية التقلص العضلي، لكن قبل شرح آلية تقلص العضلة سنتعرف على المظهر الميكانيكي للتقلص العضلي. إذن كما رأينا ذلك سابقا، فكل لييف عضلي يتكون من خويطات الميوزين وخويطات الأكتين إضافة لحزي زاد. يسمى الجزء المحصور بين كل حزي زاد بالساركومير. نجد كذلك منطقة داكنة تعرف تواجد خويطات الميوزين وخويطات الأكتين معا، ومنطقة فاتحة تتميز بوجود خويطات الأكتين فقط. هذا الشكل يمثل ساركومير لييف عضلي في حالة ارتخاء. خلال تقلص العضلة يلاحظ نقصان طول الساركومير بتقارب حزي زاد، كذلك ينقص طول المنطقة الفاتحة بينما تحتفظ المنطقة الداكنة بطولها الأصلي. بقاء طول المنطقة الداكنة ثابتا من جهة وتقصير طول المنطقة الفاتحة يدل على أنه ليس هناك تقصير لخويطات الأكتين والميوزين، لكن هناك بالمقابل انزلاق الخويطات بعضها بالنسبة للبعض، مما يؤدي إلى تقصير طول الساركومير بفعل تقارب حزي زاد. خلال ارتخاء العضلة يلاحظ من جديد ازدياد طول الساركومير بتباعد حزي زاد ليعود إلى قيمته الأصلية، كذلك يزداد طول المنطقة الفاتحة كما تحتفظ المنطقة الداكنة بطولها الأصلي، كل هذا بانزلاق خويطات الأكتين على خويطات الميوزين. الآن سنتعرف على متطلبات التقلص العضلي من خلال تأثير دراسة تأثير إضافة بعض المواد على توتر ليف عضلي. عند إضافتنا للATP والكالسيوم نلاحظ ازدياد توتر الليف العضلي مما يدل على تقلصه، وعند إضافتنا للمانع وهو مادة كيميائية ترتبط بالكالسيوم وتكبح عمله نلاحظ انخفاض توتر الليف العضلي، الشيء الذي يدل على ارتخائه. عندما نضيف من جديد الATP والكالسيوم نلاحظ ازدياد توتر الليف العضلي. تدل معطيات هذه التجربة أن الكالسيوم ضروري لحدوث التقلص العضلي، حيث أن كبحه بمادة مانعة يساهم في ارتخاء العضلة. نعيد نفس التجربة مع إضافة مادة أخرى. في البداية وعند إضافتنا للATP والكالسيوم نلاحظ ازدياد توتر الليف العضلي مما يدل على تقلصه، وعند إضافتنا لمادة ساليرغان وهي مادة تكبح حلمة الATP نلاحظ انخفاض توتر الليف العضلي، الشيء الذي يدل على ارتخائه. إذن فالATP وحلمته ضرورية كذلك لحدوث التقلص العضلي، حيث أن منع هذه الحلمة يسبب ارتخاء الليف العضلي. خلال الجزء الأخير من هذه الفقرة سنتعرف على آلية التقلص العضلي ومراحلها. على مستوى اللييف العضلي نجد خويطات الأكتين المكونة من جزيئات الأكتين، جزيئات التروبونين، وخويط التروبوميوزين. من جهة أخرى نجد خويطات الميوزين المكونة من ساق ورؤوس الميوزين. حدوث التقلص العضلي يتطلب تواجد جزيئات الATP كما رأينا ذلك سابقا، هذه الجزيئات ترتبط برؤوس الميوزين. يجب كذلك توفر الكالسيوم والذي يتم ضخه من طرف الشبكة الساركوبلازمية الداخلية تحت تأثير السيالة العصبية. تتعرض جزيئات الATP للحلمة محررة طاقة تبقى كامنة على مستوى رؤوس الميوزين. بدورها ترتبط جزيئات الكالسيوم بجزيئات التروبونين، هذه الأخيرة تعمل على إزاحة خويط التروبوميوزين، مما يسمح بالكشف عن مواقع ارتباط الأكتين بالميوزين.
تسمح هذه المواقع بارتباط خيط الأكتين بخيط الميوزين مشكلة مركب الأكتوميوزين، ثم تتحرر جزيئات الـ ADP والـ PE الناتجة عن حلمأة الـ ADP. نشير هنا إلى أن رؤوس الميوزين لا زالت تتوفر على الطاقة الناتجة عن حلمأة الـ ADP. تستعمل رؤوس الميوزين هذه الطاقة فتدور مسببة انزلاق خيطات الأكتين عليها. مع تواجد جزيئات الـ ATP باستمرار في العضلة، ترتبط من جديد برؤوس الميوزين مسببة انفصالها عن جزيئات الأكتين. تتعرض جزيئات الـ ATP للحلمأة محررة طاقة تبقى كاملة على مستوى رؤوس الميوزين. باستمرار ضخ الكالسيوم من طرف الشبكة الساركوبلازمية الداخلية، سوف ترتبط من جديد خيطات الميوزين بخيطات الأكتين وتدور رؤوس الميوزين، فيستمر انزلاق الخيطات وتقلص العضلة. لكن عندما تتوقف السيالة العصبية، سيتوقف ضخ الكالسيوم، مما يسبب حجب خيط التروبوميوزين لمواقع ارتباط الأكتين بالميوزين، فيحدث ارتخاء العضلة. رأينا إذن كيف تعمل الخلية العضلية على تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة على مستوى جزيئات الـ ATP إلى طاقة ميكانيكية تتمثل في تقلص العضلة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فقرة قادمة بحول الله.